تعرف على طريقة وكيفية إيجاد صوت تطبيق منفصل على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الأصوات والاهتزاز، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الأصوات التطبيق المنفصل، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع المعلومات سوف نقوم جميع المعلومات لأصوات التطبيق المنفصل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.